هي الانطلاقة لشوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. انطلاقة شوطنا 25 من تمت الانطلاقة هنا والتحديات والإثارة لهذا الشوط لمسافة 3 كيلومترات آخر أشواط هذه الفترة الصباحية التي نتابعها من أرضية هذا الميدان بالانطلاقات وبالتحديات الجميلة هنا في هذا الأداء المميز. ولا زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام فعل لأحمد بن محمد بن روية الخيلي من سجل التوقيت الزمني الأفضل في هذا الصباح اللي سجل 4:27 في هذا الصباح الجميل من الأشواط المفتوحة. سهل أيضا بالروية هذا الفوز وهذا الناموس والتوقيت. نتابع هذا الشوط ونتابع هنا الانطلاق ونتابع ونسير مع الصدارة. نتابع هنا غزلان محمد بن سالم بن نايع الغفلي من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتي نجوى عبد الله بن يمعة بن محمد بن عصيان المنصوري ثانيا، بينما المركز الثالث وصلت هنا مسيرة أو ميسورة عبد الله بن محمد بن غنام الهاملي، والقادمة هنا الهدى محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ومن الجانب الآخر رابعا الانطلاق والتحدي من الفايز أحمد بن قنون بن سعيد الفلاسي تنطلق بهذا الانطلاق وبتحدي الجميل والوصول هنا أيضا من شعلة محمد بن ساري بن بلوش ينطلق مع شعلة بهذه الانطلاقات، وبن حضيبة مع ماتهاب حميد بن عبيد وسالم بن حضيبة النعيمي يقدم ماتهاب بهذا الانطلاق وبهذا التحدي، وبن زهرة قادم من الجانب الآخر. بن زهرة هناك يقدم لنا متعبة خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي يقدم لنا متعبة بهذا الانطلاق، بينما المركز الثامن هنا العدملية محمد بن أحمد بن خزاع العامري، وبن عمير أيضا قادم بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل على 9 المراكز بهذا الانطلاق. صعايب عمير بن علي بن عمير لقتبي، والمركز العاشر والمنطلقة من الجانب الآخر بتحدياتها وإثاراتها الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. والقادمة هنا لقحيصية لناصر بن حمد بن سهيل الخيلي، هذه هي النتيجة. نعود مشاهدينا الكرام نعود إلى هنا التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة. متعبة من انطلقت بالفوز وبالناموس، متعبة هنا بهذا الانطلاق وبالتحدي وبالإثارة. خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، ما تهاب في المركز الثاني، حميد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، وتاتينا شعلة محمد بن ساري بن بلوش المزروعي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ميسورة عبد الله بن محمد بن غنام الهاملي، وهنا القادمة العدملية محمد بن أحمد بن خزاع العامري على المركز الخامس. ولكن نعود مع 600 متر الأخيرة مع متعبة من انطلقت بالفوز، انطلقت بالناموس، غادرت بالسلام لأهالي النايفة بمدينة العين بهذا الانطلاق. ها هي متعبة تشاهدونها، خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ميسورة قادمة عبد الله بن محمد بن غنام الهاملي هنا على المركز الثاني، والمركز الثالث ما تهاب هنا على المركز الثالث، حميد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي. ولكن هنا متعبة بدون أي أوامر عصاها في البطان على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذه الانطلاقات. يلا يا سلطان يا ابن خليفة، اللحظات الأخيرة ها هي هنا لحظة وصول متعبة بدون أوامر. تهانينا خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي على هذا الفوز المميز، المركز الثاني ميسورة هنا بهذا الانطلاق والتحدي عبد الله بن محمد بن غنام الهاملي. أما المركز الثالث فكانت الانطلاقات والتحديات من قبل هناك شقرة لحمد بن سعيد بن سلمة المنصوري، والمركز الرابع
وصلت مشاهدينا الكرام اثار عوض بن محمد بن سعيد لعفاري والمركز الخامس. لقنا نتابع هنا التوقيت الزمني، التوقيت الزمني هنا ولحظة هي لحظة وصول لمشاهدينا الكرام متعبة. تهانينا الخليفة بن محمد بن زهرة لخيلي على هذا الفوز المميز الجميل. هنا ولحظة وصول متعبة، بينما المركز الثاني كان من نصيب ميسورة عبد الله بن محمد بن غنام الهاملي ليلى والناموس، والمركز الثالث كان الانطلاق من شقرة حمد بن سعيد بن سلمة المنصوري. تهانينا لهم والناموس. والى ملخص سباقي صباح هذا اليوم والزميل حمد بطبيب الشمس.